تفقد وزير التعليم العالي أيمن عاشور المنطقة الشاطئية بمدينة العالمين الجديدة بصحبة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد من طلاب الجامعات المشاركين في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. هذا وجه وزير التعليم العالي الشكر للشركة المتحدة على تنظيم المهرجان ودعم الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية. بنها بورسعيد الزقازيق بصراحه يعني انا سعيد بيكم جدا، وده يا فندم الحياه بتاعه الطلبه والانشطه الطلابيه اللي بيعملوها، وانا ببقى سعيد بيها جدا. احنا تسلموا يا شباب، اتمنى لكم كل التوفيق، واتمنى لكم تستمتعوا بمدينه من اجمل المدن اللي بنشوفها مش بس في مصر انما على كل الميديترينيان. حقيقه البحر الابيض احنا فخورين باللي موجود، وفخور بيكم النهارده وانتم موجودين معانا هنا. اتمنى لكم ان شاء الله قضاء وقت جميل وترجعوا بالسلامه ان شاء الله عشان تيجوا تاني. خلاص، الفكره اشتغلت على فكره العالم العالمي بان انا ادمج بين الثقافه المصريه بين التراث النوبي او اللي بيكون في البيوت وكده والقضايا الفلسطينيه. يعني شايف ان انت واخده فعلا مزج ما بين الطابع وربنا يوفقك. هي اللوحه بتقول بتتكلم عن اصحاب الارض. اصحاب الارض متمثله في البطل الام، هي رمز الفلسطيني بالزي التراثي الفلسطيني والمستقبل لأهل فلسطين، متطلعة لقد إيه هي عندها صبر وجلد، ورمزية هنا للصبار على الصبر والجلد، وحقول البرتقال اللي بتتمثل فيها فلسطين ومشهورة بيها. الشعار بتاع المهرجان السنة دي العالم عالمين، وفي دعم للقضية الفلسطينية مع الأحداث اللي بنشهدها دلوقتي، فأنا حبيت أعبر عن القضية عن طريق الموديل. فرسمت بنت صغيرة غزاوية في حالة لولية من العالم الفلسطيني. كنت حابة أصور المعاناة اللي بتحصل لكن بشكل رمزي، وعبرت عن الرمز بالبنت. وطبعا رسمنا هنا في أجواء العالمين، وكانت تجربة جميلة جدا. أنا شايف اللوحات كلها متأثرة بالقضية الفلسطينية، والحقيقة يعني الواحد تأثر معاكم بالموضوع من كتر ما الحاجات معمولة حلوة. وإن شاء الله إحنا كنا أعلنا أول المهرجان إن إحنا 60% من الأرباح بتاعة المهرجان إن شاء الله لدعم القضية الفلسطينية بإذن الله. كلكم بسم الله ما شاء الله، يعني انا شايف قدامي شباب مبدع مبتكر، اتمنى لكم كل الخير، ويعني باذن الله تقضوا ايام جميله هنا وتستمتعوا بالمدينه الجميله دي، ونقدر اننا فعلا كل فتره هيبقى كده. احنا قاعدين طول الصيف، كل الجامعات جايه، كل الشباب الجميل ده جاي، فبشكركم واتمنى لكم كل التوفيق. أقول لكم ربنا يوفقكم، انتوا اولا منورين العالمين، تاني حاجه اللي يعني بصراحه الشغل هايل، يعني انا بفكر اشتري منك دي على فكره، يعني بعد ما نمشي من هنا هنشتريها منك. مبروك وربنا يوفقكم كلكم ان شاء الله. اسمحوا لي برضو ان انا اوجه الشكر للشركه المتحده ورئيس مجلس الاداره وكل العاملين فيها على التنظيم اللي احنا شايفينه لدعم الأنشطة الطلابية
من كل جامعاتنا المصرية اللي احنا تفقدناها النهاردة. الحقيقة احنا اللي شفناه في بداية الجولة مع عمرو بيه ان في كورال في الجامعات ومجموعات اصواتها بسم الله ما شاء الله مبدعة. فاحنا اتفقنا ان هيبقى فيه اسبوع لكورال الجامعات. وانا بشكر الحقيقة الشركة المتحدة على دعم الاسبوع ده. هيبقى فيه تنافس طول الاسبوع، وفي نهاية الاسبوع في المسرح الروماني هنشوف المبدعين من شبابنا في احتفالية، وفي ختام لهذا الاسبوع هنشوف القدرات الفنية الابداعية لكل شبابنا. في حاجة كمان مهمة جدا الحقيقة، اول مسلسل درامي بيجمع الحياة اليومية لطلاب جامعاتنا على مدى 30 حلقة، وبنشوف ازاي الحياة الطلابية اللي موجودة في جامعاتنا، ازاي الطلبة سواء الطلبة المصريين او الوافدين او كل الدول اللي دلوقتي بقى حجم الوافدين الحقيقة اللي بيتلقوا التعليم في جامعاتنا كبير. فاحنا بنوري ازاي جامعاتنا بقى فيها طفرة، البرامج اللي موجودة الجديدة اللي بتخدم وظائف المستقبل وسوق العمل، بنوري البرامج الجديدة بالمعامل الجديدة بحتى ضاها ازاي بسوق العمل. ده كله الحقيقة هيبقى موجود من خلال مسلسل درامي برضه بالتعاون مع الشركة المتحدة. فالعديد من الأنشطة الحقيقة موجودة، والدعم الكبير من الشركة المتحدة. إن شاء الله. الحقيقة أنا سعيد بوجودكم هنا السنة دي، وإحنا السنة دي اهتمينا إن شباب الجامعات يبقى كلهم معانا، وإن شاء الله كل أسبوع هيبقى معانا شباب من الجامعات، وعملنا يمكن الشاطئ ده مخصوص لشباب الجامعات. أنتوا جيل المستقبل، أنتوا اللي هتحملوا الراية بعد كده، ومنتهى الأهمية الحقيقة إن أنتوا تيجوا وتتفرجوا على المدن الجديدة وتتفرجوا على اللي بيحصل في العالمين. وأنا بشكر معالي الوزير، يمكن إحنا تعاوننا مع الوزارة تعاون كبير، مش بس في العالمين، إحنا بنعمل برنامج جنزي مع بعض، وفي فكرة مسلسل كمان إن شاء الله بنطورها وهنعملها مع بعض. وشكرا لكم جميعا.